يطيب لنا بالأكاديمية الجاوية للتربية والتكوين لجامعة الدار البيضاء ستات أن نكون حاضرين اليوم في اليوم وغدا إن شاء الله في فعاليات منتدى النواصر 2024 للتربية والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وهو تظاهرة إعلامية تتم في دوراتها الأولى هذا العام بشعار التوجيه السليم أساس النجاح. ما يشد الانتباه في هذه التظاهرات الإعلامية هو تواجد ما يزيد عن 55 مؤسسة للتعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات التي تقدم خدمات الإيواء وخدمات المنح بشتى أنواعها، يعني المنح الاجتماعية ومنح التميز. هناك أيضا فضاء الاستشارة والمساعدة على التوجيه، والذي يقدم خدماته ثلة من المستشارين في التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية بالنواصر. نشد بحرارة على أيدي يعني العاملة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم النواصر، الذين سهروا على يعني جميع حيثيات هذا المنتدى من توفير اللوجستيك وما إلى ذلك. ما يشد الانتباه أيضا هو توفير وتأمين النقل لجميع تلاميذ المديرية الإقليمية بالنواصر بالمستوى الثاني بكالوريا، إضافة إلى انفتاح المنتدى على مجموع التلاميذ بجميع المستويات، ويبلغ عدد هؤلاء التلاميذ ما يزيد عن 5300 متعلم ومتعلمة. شكرا لجميع الفاعلين، شكرا لعمالة إقليم النواصر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكرا للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنواصر، شكرا أيضا لجمعية أجيال للتنمية والثقافة الحاملة للمشروع، شكرا أيضا لجميع أطرنا في التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية، وشكرا لجميع العارضين وتحية طيبة للجميع. نود أن نشير في الأخير أن هذه التظاهرة فعلا هي شكل قوي من أشكال التواصل من أجل التنمية، أننا تمكننا من تعبئة التلاميذ وآبائهم وجميع الفاعلين المجتمعيين في مثل هذه المناسبات لمساعدة المتعلم على بناء وتوطيد مشروعه الشخصي، وهي من أسمى تجليات الارتقاء بالفرد والمجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا اللقاء زوين، التقينا فيه مع أصدقاء ديال مدارس أخرين، فيه مدارس مزيانين ديال المغرب، باش تعرف بلي راه المغرب فيه مدارس ديال الدراسة، مدارس ديال التعليم، كاينين مدارس الكلية، المدارس العليا، الأساتذة خرجوا منها أساتذة زوينين، كاينين مدارس ديال الفنون التقليدية فيها تقليد ديال المغرب. كاين لقاء زوين، وتلاقينا مع أصدقاء ديال القانون ديال الشرطة، اللي بغى يتقيد راه كاين المدارس ديال الشرطة، ومرحبا بكم. كنصحوا الشباب يجيو لهاد اللقاء يستافدوا راه فيه ما يدير.